السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. لازالت سلسلتنا مستمرة، سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة اليوم السادس لوصول الغنم، الحلقة العاشرة. النهاردة إن شاء الله هنحقن مع بعض الأيفوماك السوبر للغنم. وقبل ما نحقن إن شاء الله ونتكلم عن الأيفوماك الأول، فايدته واستخداماته، حبيت اقول النقطة الاول بخصوص السلسلة بتاعتنا اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. السلسلة اللي انا عاملها ديت بإذن الله سلسلة مشروع تسمين الاغنام. السلسلة من اسمها سلسلة متسلسلة مربوطة ببعضيها، ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء. يعني اللي يتابع معانا يتابع من اول حلقة لاخر حلقة. السلسلة ان شاء الله قدر المستطاع مش هتزيد عن 30 حلقة ان شاء الله. ان شاء الله سلسلة من اول ما دخلت الغنم لحد ما نبيعها بإذن الله لا تتجاوز بإذن الله 30 حلقة. فاللي حابب المشروع يتابعه كويس ويستفيد منه كويس، كل تجربنا عملية. انا بروكش لسلعة معينة، ما بروكش لدواء معين، انا بستخدم دواء معين جاب نتيجة بقول لك جاب نتيجة، ما جابش نتيجة ما جابش نتيجة، بستخدم البديل بتاعه. تابع معايا، اللي جاب نتيجة تستخدمه واللي ما جابش نتيجة ما تستخدمهوش. فتسجل معايا، تتفرج من اول حلقة لاخر حلقة وتسجل معايا الملاحظات بتاعتك بحيث تطلع بنتيجة خلاصة في ورقة مشروع التسمين معاك بالكامل، من بداية الدخول لحد الخروج، من اول ما تدخل لحد ما تخرج. 30 حلقة تتفرج وانت قاعد في البيت. السلسلة دي الفايدة الاولى والاخيرة منها ليك انت كمتابع، توفير 3 حاجات عليك: توفر الوقت، توفر المجهود، وتوفر معاك الفلوس. كأي مشروع في الدنيا المطلوب من المشروع الفلوس في الآخر، الأرباح. فأنت أي مصاريف زيادة هتجيبها هتتخصم الأرباح. بوفر عليك الوقت، ما بخلكش تجرب أي حاجة، ما بنخلكش تجرب أي حاجة. كل حاجة النتيجة بتشوفها، اللي جابت نتيجة حلوة بتستخدمها، واللي ما جابتش نتيجة بنستثنيها. الحلقة بتاعتنا في حلقة ممكن تنقض حلقة تاني أو نعمل تعديل على الحلقة، فأنت تتابع، ما تاخدش النص المعلومة وتاخد حلقة وتمشي. الحلقات التانية مرتبطة ببعضيها، بنقول لك هنعمل كذا وهنعمل كذا، عملنا ما جابش نتيجة، بنقول لك لا ده ما جابش نتيجة، هنستخدم دواء تاني. تشوف الدواء التاني اللي استخدمناه هو اللي جاب نتيجة، هو اللي جاب نتيجة هنستخدمه. يبقى انا كده بوفر عليك وقت التجربة، مش انت اللي هتجرب، انا اللي هجرب. بوفر عليك المجهود، انك مش كل دواء هتستخدمه هتقعد تمسك الغنم وتحقن مرة واثنين وثلاثة، وده مجهود. انا بوفر عليك المجهود، بنوفر عليك الفلوس، مفيش دواء ببلاش، الدواء كله بفلوس. والمصاريف الزيادة بتأثر على الأرباح المشروع طبعا، أي مصاريف زيادة بتأثر على المشروع. فأنا بديك التجربة، النتيجة، الزبدة، بديك الخلاصة. بس عشان تفهم الخلاصة الصح لازم تتابع معايا من الأول للآخر. احنا قلنا في كلام جديد دلوقتي في الحلقة دي، ممكن يغير بعض الحلقات اللي فاتت، ان احنا أول ما جينا كان الغنم فيها رشح، استخدمنا الفورفينيكول. بس الظاهر طبعا بما اننا في الصيف، الرشح ده شكله طبعا في الصيف موسم الحر بيزداد الدبان وذباب النغف بيكتر كتير، معروف في الحر موسم التكاثر بتاع الدبان طبعا. فممكن احتمال كبير الرشح اللي في الغنم دي كلها، سامع انت العطس من اول الفيديو في عطس كتير، ده ممكن ما يكونش التهاب جيوب انفيه، ده ممكن ما يكونش التهاب جيوب انفيه. طبعا انت عاوز نتيجه كلها بتكون بالمعمل. الناس المزارع الضخمه لازم يكون فيه معمل. احنا هنا تجربه. الرشح ليه 50 مرض، مش هقوله مرض واحد، 50 ميكروب ممكن يعملوا رشح. فمش وممكن دواء يجيب نتيجه ودواء ما يجيبش نتيجه، ولكن انا بنديك فاللي عاوز النتيجه مظبوطه، اللي هو بيستخدم كميات ادويه بالكميات، بياخد عينه بيروح على المعمل، ما فيش فيها كلام، عينه بتروح على المعمل. لا والله ده عنده برد، وخده وبيعمل لك اختبار حساسيه كمان، ويديك اختبار الحساسيه، وبتاخد المضاد على نتيجه الاختبار الحساسيه، بتاخد المضاد الحيوي وبتستخدمه على طول، ان شاء الله بيجيب معاك نتيجه. اما احنا هتروح تعمل وتاخد عينه، وممكن ما فيش معمل اصلا جنبك، انا ما فيش معمل قريب مني اصلا هنا، فما فيش فايده. هتروح تاخد، تروح فين المعمل؟ ما فيش معمل قريب منك. لو في معمل قريب هتصرف 200 جنيه تحليل، وهتجيب الدواء ب 100 ب 150 جنيه، لو العدد مثلا 20 25 حته هتبقى اوفر من التجربه. ولكن احنا هنا ما فيش ناس كتيره، ما فيش معامل حواليها خالص اصلا، يعني حتى لو الاعداد كبيره. فاتبع معايا، تشوف اللي بيجيب نتيجه ممتازه هنستخدمه، اللي ما بيجيبش نتيجه هنستثنيه. احنا استخدمنا اول ما قلنا الغنم جت عندها رشح، بس الظاهر طبعا الفلورفينيكول ما فيش غير حاله او اتنين بس اللي جابت نتيجه، و10 حالات ما جابش معاهم نتيجه. النتيجه كان في عمل زي مش هنقوله مسكن، راقوا
يوم يومين ورجعوا تاني. احنا النهارده اليوم الثالث من حقن الفلوريكول. بس قلنا طبعا الرش انا شاكك ان شاء الله تكون هي ديدان نغف. هنستخدم طبعا الايفوماك من ضمنها هو اللي بيقضي على ديدان النغف. ففي النقطه اللي هنعدلها المفروض كنا حققنا بما ان في رشح مفيش امراض تانية مفيش كحه، كانت الكحه الشديده دي ما بيقضيش على الايفوماك، تبقى محتاجه لتيلوزين. تيلوزين ممتاز في حاله الكحه وعن تجربه وعملت فيه اكتر من فيديو. والرشح جاب نتيجه في الفلوريكول بس في المجموعه دي ما جابش نتيجه، ما جابش، اعتبره ما جابش النتيجه المظبوطه. فاحنا نحن الايفوماك المفروض حققنا الايفوماك الاول بما ان الرشح متشابه مع حاله الايفوماك. الايفوماك ده هيتحقن كده كده، هتحقنه. ليه هنحقنه كده كده؟ هنتكلم بقى عن حلقتنا الايفوماك. الايفوماك ده مضاد للطفيليات، الطفيليات الداخليه والخارجيه زي الديدان المعديه، الديدان الرئويه، الديدان الكبديه، نغف الانف اللي هو برضك بيسبب المخاضه وبيسبب هيجان في الانف وعطس كتير. ديدان النغف قلنا، جرب الجلد. جرب الجلد موجود هنا في حالات لو ما جابش نتيجة بتدي الإبرة لوحديها بتستخدم دهان معاها. في حالتين أو ثلاثة فيهم جرب أهو، دي فيها جرب في وشها بس مش باين، لما نيجي نتكلموا عنه إن شاء الله بالتفصيل في حلقة بإذن الله تانية. في حالتين أو ثلاثة كده فيهم بعض الجرب في وشهم. المفروض الأيفوماك ده يجيب نتيجة، لو ما كملش وجاب نتيجة بتحتاج دهان موضعي معاه بس. المهم كده قلنا ده استخدامات الايفوماك السوبر. فكده كان بما ان الحاله اللي كانت مصابه عندنا متشابهه مع ديدان النغف، فانت كنت هتحقن من المشترك الاول عشان توفير الفلوس وتوفير الوقت، كنا حققنا الايفوماك الاول لان المرض السيلان الانف كان مرتبط ممكن يكون ديدان نغف هيقضي عليها الايفوماك. فانت كده كده هتستخدم الايفوماك سواء كانت خفت حالات الرشح بالكامل او ما خفتش، لاني انا ده ضد الطفيليات ومن ضمنها دودة النغف ممكن تعمل رشح في الانف. فاحنا هنستخدم، كنا المفروض التعديل بقى ان احنا كنا استخدمنا الايفوماك الاول في الحالة بتاعتنا دي، كنا استخدمنا الايفوماك الاول. بعد ما حنت الايفوماك 3-4 ايام مفيش في حالات رشح بنستخدم المضاد الحيوي، بنستخدم الفلوريكول بعديها. المهم احنا استخدمنا الفلوريكول الاول، وعلى الاقل الفلوريكول ده وقاية وعلاج. الفلوريكول وقايه وعلاج، ممكن تستخدمه اثناء النقل. الفلوريكول والتلموجكت، تلموجكت والفلوريكول الاثنين ممكن تستخدمهم كوقايه في النقل، يعني مفيش مشكله بس انا خسرنا فلوس، دي المشكله. بس هو ما يضرش الغنم، بالعكس انا اطمنت ان الغنم مفيش التهاب رئوي. اللي حابب يدي وقاية للغنم أثناء النقل أو أثناء الوصول للاستقبال، الفلوريكول والتلموجكت ممتازين عشان حمى النقل، عشان حمى النقل وعشان أمراض الالتهاب الرئوي اللي ممكن تحصل أثناء النقل. يبقى قلنا إن شاء الله هنستخدم الأيفوماك دلوقتي. طيب لو استخدمنا الأيفوماك والرش عشان الناس تتابع اللي قدام برضك تعرف أنا ناوي على إيه، لو استخدمنا الأيفوماك وفي خلال 3-4 أيام الرشح ما اختفاش، هنا هننزل فيديو تحت اسم فشل الفلوريكول في علاج الرشح في الحالات اللي عندنا، لان انا مجربه على حالات رشح وجاب نتيجه. يعني انا ما اشتريتوش كده وخلاص، انا مجربه على حالات رشح وجاب نتيجه، بس الحاله دي ما جابتش نتيجه. هتشوف البدائل، هنستخدم مضادين حيوي او ثلاثه في حلقة واحدة بإذن الله. طبعا دي مصاريف عليا بس مش مشكلة، كل يهون عشان خاطركم مفيش أي مشكلة. لأن هنجيب تيلوزين وهنجيب تلموجكت، هنجيب تلموجكت وتيلوزين. الفلوريكول كده جربناه، احنا مش هنسبق الأحداث، إن شاء الله تابع وربنا ييسر الحال وإن شاء الله تخف الحالات بالكامل على الأيفوماك. الجرعة اللي هنستخدمها عشان وقت الفيديو خلاص، مش عايز أطول الفيديو عن 10 دقايق. الجرعه اللي هنستخدمها طبعا ده ايفوماك اردني سوبر، اردني سوبر لان في ايفوماك منه عادي. الصوره بس العدسه، يلا ثانيه واحده. الاضاءه الشمس معلش بتعمل شويه، انا مستني بس الصوره تصفى. على العدسة لازم، بس تحديد البورة لازم تكون
لان انا ماسك التليفون بايد لازم ادوس على العدسه بالليتر. المهم اهو ايفرماكتين وكلورسول، ده لو ما فيهوش كلورسول ده ايفوماك عادي، مع ده يبقى الايفوماك السوبر، عشان بس فرق السعر كتير بين ده وبين دي. ايفوماك اردني ب 160 جنيه 160 جنيه، 50 ملي، دي 50 ملي ايفوماك اردني ب 160 جنيه. اه ده نتيجته حلوة، طبعا مكتوب لك عليه سنتي لكل 50 كيلو. انا ال 50 كيلو بديله 2 سنتي على طول، ال 50 كيلو بديله 2 سنتي، والغنم دي هتاخد بمعدل سنتي ونص لكل واحد، لكل واحدة هتاخد بمعدل سنتي ونص. هنحقن الغنم دلوقتي ان شاء الله عشان وقت الفيديو خلاص. امسك كده يا عمر، هنحقن حالة واحدة بس اديها على الغنم، وبعد كده طبعا هنعلم الغنم بالازرق لسرعة الحقن بس مش هنقعد نبص على الأرقام. معدل سنتي ونص اهي، اهو سنتي ونص كده. ده الغنم عشان الناس اللي بتقول شوف معايا دي أول حلقة بس. هات البخاخة دي رقم 170 اهي، أول حلقة بس. زي ما قلنا نعيد اهي الحقن تحت الجلد، بص الصوف بس كبير، ان شاء الله نعمل حلقه عن قص الصوف اهي. اتاكد بس انا بحن بالراحه عشان اوريك الجلد اهو، ترفع الجلد تبعد الجلد كده بس عن الرقبه اهو، لما الغنم تقصها تبان لك الطريقه بالظبط اهو، تشد الجلد اهي كده دخل خلاص السن. تدوس بس، دي رقم 170 بس خلاص. تعال طبعا دي هنكتبها دلوقتي وهنحقن الغنم كلها بس عشان وقت الفيديو طول. وفي النهايه طبعا لو عجبك الفيديو، بس الفيديو اللايف ماكس زي ما شايف حراق تقيل عليها اهي، مفيش اي مشكله، ده طبيعي بتاخد دقيقتين كده وبعد كده بتروق ان شاء الله. وان شاء الله طبعا في النهايه اذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.